اوقات كتير بنسمع عن الجيوب الانفيه او الجيوب الفكيه، وبنسمع ان الزراعه لا تصلح في الفك العلوي بسبب الجيوب الفكيه. ايه هي الجيوب الفكيه وازاي بنتغلب عليها؟ كل المرضى مهما كانت العظم قليل ومهما كانت الجيوب الفكيه كبيره، بنقدر باذن الله ان احنا نتغلب على هذا العائق، لان كل المرضى يستحقوا ان يكون عندهم سنان طبيعيه وثابته بزراعه. الجيب الفكي زي ما احنا شايفين في الفيلم هنا، الجيب الفكي هو عباره عن البالون الابيض، عباره عن هو فراغ موجود في الفك العلوي، ده مقطع من الفك العلوي. الجزء الوردي هو اللثه، الجزء الاصفر هو العظم، عظم الفك، وده فك علوي طبعا، والجزء الابيض اللي موجود هنا هو هو الجيب الفكي. الجيب الفكي ده بعد ما خلع الاسنان بوقت طويل بيمتد زي البالونه بتتنفخ، وبعد ما بيمتد بيخلي حجم العظم الموجود غير كافي لوضع زرعة، لأن الزرعة لازم يكون ليها طول معين عشان تثبت، ولو حطينا زرعة بالطريقة دي بتدخل في الفراغ ده، ولو دخلت في الفراغ ممكن تسبب التهاب وما نقدرش ان احنا تثبت، بتفشل الزرعة. جراح الفم والأسنان والمختص بزراعة الأسنان بيحدد حجم العظم المتاح وحجم الجيب الفكي، ولو كان العظم المتاح قليل والجيب الفكي كبير بنبدأ نعمل عملية رفع للجيب الفكي. رفع الجيب الفكي ببساطة بتتم في 15 دقيقة تقريبا أو تلت ساعة. بنرفع اللثة رفعة بسيطة زي ما احنا شايفين هنا، اللثة دي هي الجزء الوردي، وبعد كده بنبتدي نعمل فتحة بسيطة جدا في الجزء المغطي البالون ده، فتحة من العظم، فتحة بسيطة جدا زيها زي الفتحة اللي بتنتج عن خلع السن، وبنرفع البالون الأبيض ده أو نرفع الجيب الفكي بحذر شديد جدا علشان نقدر يبقى فيه دلوقتي فراغ، لو الزرعة اتحطت ما تأثرش على البالون، ما تأثرش على الجيب الفكي الموجود. بنحضر مكان الزرعات وبنحط الزرعة تكون بعيدة عن الجيب الفكي، والفراغ الموجود ده بعد كده زي ما احنا شايفين بالصورة هنا بنملاه بعظم صناعي. كده طولنا حجم العظم الموجود تحت البالون بحيث ان احنا نقدر نحط زرعات بالطول المناسب، وبعد بنحط غشاء كولاجين برضه علشان نحمي العظم، وبنقفل اللثة، بنقفلها زي ما احنا شايفين هنا بغرز تتشال بعد اسبوع، وبننتظر على العظم انه يتكون عظم طبيعي، وبعد حوالي 4 أو 5 شهور نقدر نحمل الاسنان عليها. في خلال الفترة دي نقدر نحط اسنان مؤقتة سواء متحركة او ثابتة حسب الحالة. لو ليك اي استفسار او سمعت ان انت لا يصلح لك زراعة لان العظم ضعيف ولان الجيب الفك كبير، برجاء اتصل بيا وممكن ان احنا نناقش هذا الامر بسهولة. ودايما طبيب الاسنان اللي بيقول الزراعة لا تصلح في هذا المكان بيكون السبب الرئيسي في عدم صلاحية الزراعة هي عدم معرفة الطبيب لهذه التقنية، ولكن كل مريض مهما كانت حالة العظم من حقه ان هو يحصل على اسنان ثابتة وقوية، والفرق فقط هو في مدة العلاج. لو كان العظم كافي والجيب الفكي صغير، مدة العلاج بتبقى قصيرة حوالي 1.5 أو 2 شهر، ولو كان العظم بيحتاج دعم او بنحتاج رفع الجيب الفكي مدة العلاج قد تطول الى 5 أو 6 أشهر، انما في الاخر بتحصل على اسنان ثابتة وقوية بدون اي اسهال.